شبيهك بدر الليل بل أنت أنور شبيهك بدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة يزهر ويا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن حسن وجهك يبصر فثلثك كافور وربعك عنبر فثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر فما ولدت حواء من صلب آدم ولا بجنان الخلد مثلك آخر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بأيدينا فلا ملا جعل ناسي وكيا السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام على النبي جد الحسن والحسين أصحابه خير القرون ربنا ارحمنا بجاه المصطفى وسلما صل يا ربي عليه دائما كل الزمان لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لام إن فرور إلا تا ينعل ألف ودو ترسول الله السلام
ബദറിലും ബദർ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ല. മക്കമണ്ണിലെ താരമേ പതി ഉളവാഴോ സുനമേ ഇസ്കരിയാതെ പാടിടുന്നിവ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع حدودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها لنا يا رب العالمين وصلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبريات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفرنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. محمد صلى الله عليه وسلم رزقا حلالا طيبا من حيث لا نحتسب بحرمة قولك كلما دخل عليها زكريا المحراب. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولنا معاملتك يا أهل الخير. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا وتجارتنا وسائر معاملاتنا في معهدنا. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام. صلى الله
ذو هونا عنه سوي آبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصر الله جدت
رسولنا يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا آمن الرسول ما أنزل لي من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد ونور ذاته وسر ساري سره في جميع الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا من نبي الرحمن الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع لنا ذنبا ولا غما الا كشفته ولا مبتلا الا عافيته ولا خيرا الا يسرته لنا ومن سكن في هذه الدار اللهم اجعل هذه الدار يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة في نعمه ويكافئ ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر أعطاك الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل أبلي مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة مقبولة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا مجمع كمالا يا جد السلالة Yeah.
رسول الله تاجي أنت تاجي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وفي أمرنا هذا خير حملنا اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين اللهم صل وسلم وعلى الصحة تجاهي أنت تجاهي يا أبا الزهراء كف المصطفى كالوردي نادي جماله واحد روح يبقى إذا مست آياتي جماله وكف المصطفى كالوردي نادي وزال عنا جميع
اسمك بقلبي حفرة يا فاطمة يا زهرة اسمك بقلبي حفرة اسمك بقلبي حفرة بالفرح والمسرة بالفرح والمسرة نرجو رضاك يا لنا نرجو رضاك يا لنا يا ام الحسن يا حنينا والصيام الزهرا فينا والصيام الزهرا فينا يا ام الآل فينا بالله الجود علينا بالله الجود علينا الحمد لله وما صليناه هدية منا إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. اللهم إلى حضرات أصحابه البدريين والأهديين والحليليين والخندقيين والخيبريين وبيعة الجضوان وسائر الصحابة أجمعين. اللهم وإلى حضرات الأئمة الأربعة المتكفلين وإلى حضرة شيخنا وسندنا القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني تقبل الله سره. اللهم وإلى حضرات من في سلسلة ظاهرته إلى وقتنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم وإلى حضرات شيخنا وسندنا سلطان العارفين سلطان الأولياء السيد أحمد الكبير الرفاعي صلى الله وسلم وإلى حضرات من في سلسلة ظاهرته من الأولياء والصالحين. اللهم وإلى حضرات شيخنا وسندنا سلطان الهند خادم معين الدين الجستي الأدميني نص الله سره وإلى حضرات من في سلسلة ظاهرته من الأولياء والصالحين إلى يوم الدين. المنوري الله سره وإلى حضرة قطب الزمان يا سيدي أبي المنظرمي اللهم وإلى حضرات والعزة على صاحب هذه الدار وعلى سكانها يا أرحم الراحمين. ومصيبة وفتنة ومرض ومشقة يا جبار يا قهار علينا بالله الجود علينا يا فاطمة يا أمي ذكرك يا زول همي ذكرك يا زول همي حتى قوالي وأمي حتى قوالي وأمي هم فيك مجنونة علينا بالله مقبالنا
فاتف علينا بالله بكبارنا وعرفنا جماله ديننا نشر مدحهم دائما ودعاله ديننا نشر مدحهم دائما ودعاله ديننا نشر مدحهم دائما ودعاله والله والله ما هو عن حبي أحمد لو قد تعبتني شوف to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.